السلام عليكم، معكم صديقي إلهام، مديرة العامة لمجموعة إقامتي، اللي هي مجموعة سكنية أو مطور عقاري عنده خبرة أكثر من 35 سنة في ميدان البناء أولاً، وبعد ذلك في ميدان التطوير العقاري. احنا عندنا 5 فروع، وكان عندنا مشاريع في مدينتي المحمدية والدار البيضاء وما جورهما. عندنا نوعين من المشاريع، خاصة مشاريع اقتصادية، وعندنا مشاريع لأصحاب الدخل المتوسط. هذه المشاريع كتمتاز بجودة بناء عالية وبمرافق بقربها من جميع المرافق الضرورية، فحتى يكونوا الساكنة اللي عندنا يعني كنوفر لهم جميع الظروف اللي سكن مريح. بالدار البيضاء عندنا مشاريع اقتصادية، مثلا مشروع جنان سبيل، مشروع ديار الهناء، وبالدار البيضاء ايضا عندنا مشاريع موين ستاندينغ لاصحاب الدخل المتوسط، منهم مشروع البدر ومشروع الياسمين، اللي بهم هذو مشاريع محروسة وبهم مسابح وبزاف ديال المرافق الضرورية. وبمدينة المحمدية عفوا عندنا مشروع النسيم شارع المقاومة، هذا مشروع موين ستاندينغ، وعندنا مشروع رياض سلام بجوار مدينة المحمدية، وهو مشروع اقتصادي 25 مليون سنتيم، 3 غرف، صالة وما إلى ذلك، وأسانسور. مرحبا بكم و thank you.